يا هلا، اليوم أسوي لكم شوربة الفطر أو مشروم سوب على طريقتي. طريقة سهلة وجاينا شتاء، راح هاي الشوربات كلش طيبة. راح استعمل ويها صدر دجاج أو فخاذة بكيفكم. هنا أنا متبلتها بشوية بابريكا وكركم قبل يوم، وملعقتين كبار زبدة ذوبتهم ويا ملعقتين كبار زيت زيتون، وهنا أنا رشة من بهارات اليونانية جريك سيزنينج، ما عندكم خلوا فلفل أسود يصير. أحمسه شوية على النار وأضيف بصلة مقطعتها وفصين ثوم مهروسة قطعتها ناعم. لازم ينحمس البصل يتغير لونه زين على مود. أضيف طحين ربع كوب، طحين راح يثخن لنا السوب. طحين متعدد الاستعمالات عادي، لازم يتحمر طحين حتى اضيف الفطر. الفطر علبة كاملة كبيرة، ايش قد ما تريدون، يعني ايش قد ما يكون اكثر اطيب يصير. احمسه ويا البصل ويا باقي الاشياء، وهسه تشوفون الحجم يصير اصغر، يعني الكمية مال المشروم تصير اقل بالحمس. شوفوا صارت كل شوية. هسه راح اضيف كريمة او حليب عادي يعني كامل الدسم، تقريبا كوبين الا ربع خليت. انا خليت هاف ان هاف، كيفكم انتو، يصير كريمة يصير هاف ان هاف يصير حليب كامل الدسم. وزدت مي بعد، وضفت ماجي دجاج ورشة من البهارات الايطالية هاي الجافة، بس يعني اعشاب يابسة. واحرك هالمرة، راح اطحنها بهاي الطاحونة شوية، مو كلش، خلي تبقى قطع من الفطر احسن المشروم، بس على مود تنطينا ثخن اكثر. وضفت ربع كوب من جبنة البارمجان، واحرك، اظل احرك على ما احس انه قل المقدار مال المي الارتفاع. وصارت عندنا، تحبوها اثخن خلوها على النار اكثر، بس احنا هيجي كلش طيبة. يعني قوام السوب. وهاي كانت شوربتنا، ألف عافية عليكم، جربوها، كتبولي بالتعليقات إذا تحبون أسوي لكم شوربات. هسه الشتاء رح يجي. شكرا، شير ولايك، مع السلامة.